للريكوردينج نعمل هون. أنا مش عامل للشير سكرين كمان، معذرة. أوكي، هي سكرين تاعي هون، فبالتالي أنا هذا الاي بي ادرس بيكون للسيرفر اذا كان بعيد. اذا كان السيرفر اون ذا سيم ماشين بنستخدم له اللوكال هوست، بنقول له يوز لوكال هوست اف ذا سيرفر اند ذا كلاينت اون ذا سيم ماشين. اذا على نفس الجهاز اللي زي اللابتوب او غيره بنستعمل اللوكال هوست. بس البورت we have to use a port. لاحظ انه I have also to mention هذه for your information انه if they are on the same machine clients and servers are on the same machines they will use the same 65535 sockets. إذا كانوا على different machines كل واحد بيقدر يستخدم كل الرينج تبعه. وقلنا socket is an interface of the inter-process communication. You have to create a socket. وطريقة creation of the the socket أظن إنه again probably you have seen that it's called once you do a socket equal new socket وبتعطي له مثلا ال local host فرضا port number فرضا 444 هذه لما أكون على الكلاينت I create a socket I create a new socket بعرف له اللوكال الادرس وبعرف له البورت نمبر. Anyway خليني أروح السيات على شيء اسمه الإيكو سيرفر. بس مشان أعمل الإيكو سيرفر بدي أعرف شغلات جديدة هسه. أنا بدي حطيت الكلاينت هون، خلينا نشوف إذا بقدر أعملها هون أنا. أوكي خليني أعمل السلايد هذا. هي عندي الكلاينت ساكت، أنا عرفت كلاينت ساكت على الكلاينت. أوكي وهذا الساكت الآن المفروض إنه I can connect مع السيرفر باستخدام الكوميونيكيشن اللي هي request to connect. أوكي I have to on say request to connect. Let me see if I have that on the next slide. Okay. هاي ال details. This is my server. سبرجع رجوع لورا. This is called echo server. سميته أنا. هذا عنده socket اللي بده يتعامل فيه مع ال client. وهذا الكلاينت سميته انا كلاينت سوكت، وهي الكلاينت اللي هو تبع الايكو سيرفر كلاينت 1، وهي السوكت تبعته. اوكي اي السوكت تبع الكلاينت. واسا السي اس 1 اللي هو خلينا نسميه هذا الكلاينت سوكت 1 must listen to the port اللي هو هذا. طبعا ليش انا عملت هون Oops.
Şu hali Allah var. Bu hattı ahmar li zahar indi مش عارف شو هو يعني. Anyway. طيب. Okay. Okay, I have a server, this is my server, that's my socket, again, that's my port number 2222. Well, creating a socket means, one on a server, means client CS1, this is my socket, must listen to the port 2222. It's listening one. Hey, معناها listening one, okay? And if a client is trying to connect, hey, the client trying to connect من خلال الخط الأسود هذا, then the server بيقول له please accept اقبل ال connection اللي هون. What this mean اللي هو on the server side بيكون في عندي socket, I will call it CS1 and it will always wait على هذا البورت to accept a connection. The way I want to explain that, لأنه خليني أعمل سلايد جديد هون. Okay. مرة ثانية, هاي أنا سيرفر. هذا السيرفر. بدي أقول له عند السيرفر هون prepare a socket to accept client connection. هذا اللي بدي أعمله هون أنا. وهي الكلاينت عندي هون. هذا الكلاينت. هسا الكلاينت كمان بدي اقول له هون create a socket to talk to connect to server. هذا اللي بدي اعمله بال هاي to create a socket هون. خلينا نشوف الكوماند تبعه. خليني اجيب هاي. وان على الكلاينت في عندي هذا الساكت بقول له اعطيني شيء اسمه CSA client socket A تساوي null. هاي هذا الستيتمنت اللي بتعمل لي اياه انه it will create a socket هون. اعطيها الكلر الاصفر. That's socket and this socket is called socket CSA. بعطيها null
نل يعني مش عامل إشي لسه، بس هذه كلمة نل لا تعني إنه ما إلها بورت. البورتال تبعه البورت نمبر هذا بأخذه أوتوماتيك من السيستم أنا، لأن الكلاينت one did not specify a port، فيمكن السيستم راح أعطته 1500 مثلا. اوكي اعطيته بورت نمبر 1500، لاحظ انه انا ما كتبت لهوش 1500. الان بدي ارجع قبل ما احكي هون، خلي هاي اظللها هسه اذا بقدر اظللها انا هون. شادو شادو مش عارف. anyway خلينا نحطها زي هيك. اوكي لسه انا بعرفش عنها كثير. بدي اجي على السيرفر هون، هذا السيرفر بدي احط له كمان سوكت. الله يخلينا نتاكد. اوكي بدي احط على السيرفر ساكت، هذا السيرفر الساكت تبع السيرفر اللي انا سميته قبل فيما بعد هون. اوكي سيرفر ساكت انا بعرف له شيء اسمه ايكو سيرفر، هذا الايكو سيرفر، وبسميه بعطي له الفاليو نل، معناته لسه انا مش عامل له اي نوع من الانيشاليزيشن. والميثود اللي بستعمله للسيرفر ساكت انا عرفت ساكت جديد اسمه ايكو سيرفر، وهذا وبدي اعطيه الرقم 2222 اللي هو هذا. فبروح بقول له الايكو سيرفر هذا اللي هو اللي انا عرفته، اعطيني نيو ساكت، والساكت سمي لي سيرفر ساكت. هاي صارت اسمها هون، هاي لوكالي، هاي الساكت سميتها انا سيرفر، بقدر اسميها اللي بدي اياها، هذا اتس نيم سيرفر ساكت، وبعطيتها الرقم 2222. بس هون لما عملت الحكي هذا انا في عندي الايكو سيرفر، هذا الايكو سيرفر عنده عده ساكت، خليني اكتبه، خليني اوسع دائره هذا مشان يكون في عندي سبيس. اوكي في عندي هون شيء اسمه ايكو سيرفر، هاي الايكو سيرفر، هاي الايكو سيرفر which is a socket، خليني اعطيها هيك. انا اخذت هاي الايكو ساكت وربطتها ببورت معين، ربطتها بالبورت هذا اللي هو 2222 بساكت معين. بس يمكن ليش انا عملت هيك؟ يمكن انا يكون في عندي على نفس الايكو سيرفر هذا بدي اعمل
another socket هون. This is a port. بدي أسمي هذا مثلا 3300. فصار عندي السيرفر إلو 1 major socket وهذول الميجر سوكتس إلو سب سوكتس. خلي اسمي سوكتس اللي هي هذول بصير اسعيات المداخل تبعات الكلاينتس. الكلاينتس بيجوا بيدخلوا على الايكو سيرفر هذا من خلال هذا السوكت هاي او السوكت هاي. وكل ايكو سيرفر هذا الايكو سيرفر اعطاله نيو سوكت. بقدر اقول له كمان هيك ايكو سيرفر equal new server socket it is of type server socket of 3300. okay. وبقدر اعمل له عدة سوكت. بس احنا يعني اللي بهمني هذا one. هسا هذا لما عمل السيرفر، السيرفر لما عمل السوكت تبعته شو سوى؟ وخلق ال 2222 بورت، شو قال؟ قال له بدي انا هذه السوكت الصغيره هاي سوكت سي اس 1 بدي اسميها سي اس 1 انا هون اللي فعليا اللي بتقع ما بين اللي هو اللي هي سي اس 1 هاي اللي تابعه للايكو سيرفر. وبدي اسميها سي اس 1 يعني كلاينت سوكت 1 يعني هذا اللي بده يشبك على كلاينت سوكت و اللي هي هون هاي سي اس 1 بروح بقول له سي اس 1 وعبارة عن ايكو سيرفر اللي هو هذا. طبعا هون ايكو سيرفر انا المفروض اغير الاسم هون بدي اسميه ايكو سيرفر 1 اسف. اوكي هاي شيء ثاني او بدي اسمي هذا بدي اسميه 2 هاي بلاش. فبقول له سي اس 1 ناو ذيس از ماي مين كوماند. بقول له سي اس 1 هو عبارة عن إيكو سيرفر عبارة عن هذا اللي هو هذا واللي هو موصول بهذا البورت. بقول له CS1 عبارة عن الإيكو سيرفر دوت أكسبت. طبعا الإيكو سيرفر هون عبارة عن بورت 222. هاي معنى الحكي هذا pay attention to this. هاي معناها this means بالضبط means let the socket CS1 listen to the port 2222 اللي هذا اللي هو هذا. بس هاي بدي شيء انا قلت بدي اضل لها هاي. اوكي هاي CS1 معناها خلينا نحطها على شكل comments عشان نعرفها. لأنت ساكت CS1 اللي هو هاي واللي actually هاي اللي هون listen to the port 2222 and and accept any incoming call to connect to the server. بس منين بده يجيني انا الكول؟ الكول بده يجي من هون لما اقول له هذا الساكت لما اجى الكلاينت هون عرف سي اس اي هي سي اس اي بنرجع بنشبك بعد حوالي 10 دقائق. بعدين قال له CSA equal هاي statement بدي أرجع
رجعها للون الأسود. هاي statement معناها CSA اللي هي هاي it's a new socket. It's a new. وين بدي أروح فيها هاي؟ قال له روح على اللوكال هوست. روح على اللوكال هوست. أنا على اللوكال هوست. طبعا هذول الاثنين هذول الاثنين موجودين على نفس السيستم. اوكي هذول موجودين على نفس السيستم، لذلك بقول له هون بقول له نيو ساكت روح لي على اللوكال هوست ولاقي لي البورت 2222 اوكي لاقي لي البورت 2222. إذا الكلاينت إجى على السيرفر على البورت هذا ولقى CS1 هون هاي لقاه عم تستنى فيه، فبالتالي it will accept. وأنا بصير the server will accept. فبصير السيناريو تبعي هيك شكله. خليني أعمل له نفس السلايد هون. بدي أشيل هذول الساعة لأنه أنا وأنا بصير السيناريو خليني أحطهم هيك. هذا التايم لاين، هاي السيرفر تبعي هون ال اوبس هون على الساكت 2222 ومكتوب جنبه انه wait for client to connect. اللي هي accept and accept. اوكي هذا السيرفر عمله هون. اوكي ناو خلينا ننزل هاي لتحت شوي. الكلاينت الكلاينت اوكي بيجي بيعمل الستيتمنت تبعته كونكت مش كونكت ريكوست تو كونكت تو سيرفر. اللي هو هاي اللاين هيك. طيب هسه هاي الريكوست تو كونكت احنا كتبناها هذه وي رايت ذا ستيتمنت هاي اوبس ستيتمنت ريتن باي اس احنا بنكتب هاي الستيتمنت وهاي كمان ستيتمنت written by us احنا اللي بنكتب هاي الكلمه اللي هي فعليا هاي اللي هي هاي بنكتبها احنا اوكي
بدي شيئا. أوكي. وهي اللي هي الستيتمنت اللي هي new socket وتقول له local host. خلنا اختصرها 2222. طيب هذا لما يقبل, this is very important, لما السيرفر يقبل الكونكشن بده يرد على الكلاينت, بده يعمل له اكنولج. هاي الاكنولج بدي احطها انا بهاي الشكل, هون بده يجيني انا لاين اوكي. هاي الاكنولجمنت ستيتمنت احنا بنشوف فاشه بنكتبهاش, هاي اك, هاي معناها سيرفر اكنولج ذا كونكشن يعني اي اكسبتد, انا قبلت الكلاينت. الان شو بده يعرف الكلاينت؟ انه انا انقبلت, انه السيرفر صار بيقدر يستقبل مني حكي. لازم اودي له اكنولجمنت. هاي الاكنولجمنت ستيتمنت از اكشولي دون باي ذا تي سي بي بروتوكول. اخذته انتو تي سي بي بروتوكول لما اخذته النتورك, انا متاكد انه اخذتوها في شيء اسمه تي سي بي بروتوكول. تي سي بي هو بتولى عمليه الاكنولجمنت, فبالتالي انا بدي ارجع اعدل هون, اقول له ريكوست تو كونكت او كونكت اكشولي ريكوست تو كونكت. وهون هذه بتيجي لتحت شوي, بدي ولا خليها على الساكت, that's fine. هون هون بدي اقول له acknowledge connection للاك سموها TCP اك. وهذا اللاين بدي اسويه, بدي اعرضه شوي مشان يبين معي. كمان بدي اسويه دوتد. ليش دوتد؟ دوتد لانه انا ما بشوفه هذا اللاين, هذا اتس نوت ماين, انا اي دونت رايت ات ولا بشوفه. هسه one thing that we have to understand, هذه الخطوه اللي هي ريكوست accept, ولت مي دو ات كمان وان مور تايم, وخليني اشيل هذا كله اللي فوق, هذا بدي اشيله لانه موجود عندي, بدي اطلع هذول لفوق عشان يكون عندي هون. اوكي بس هلا بصير في عندي انا ال client, هذا this is my client هون, client and this is my server. Okay. وخلينا احط هسه timeline انه السيرفر